صباح الخير مشاهدينا الكرام، نرحب بكم في أولى حلقات الموسم الجديد لبرنامج رؤية. زي ما عودناكم إن برنامج رؤية قائم على تفعيل دور المشاركة المجتمعية، هنتناول موضوعات كتير هتهم كل الناس. برنامج رؤية زي ما حضراتكم كنتوا عارفين إن احنا عاملينه متنوع، هنتناول فيه جميع المجالات. هنطلع فاصل صغير وهنرجع لكم في موضوع مهم يهم كل الناس. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وأولى حلقات الموسم الأول هتكون موضوعات مهمة جدا. هنتكلم النهاردة عن إزاي بتختار شريك حياتك، وإزاي بتقدر توفق ما بين شخصيتين مع بعض لحياة تدوم. مع الأسف إن بعض الناس بتختار اختيار وبيتجملوا قصاد بعض أثناء فترة الخطوبة، وطبعا ده بيعود بالسلب بعد الجواز، لأنه دايما الجواز بيكشف حاجات إحنا ما بنكونش شفناها قبل كده. خلينا النهاردة أبدأ موضوعنا إن إحنا إزاي بنختار شريك حياتنا علشان نقدر إن إحنا نكمل ونوصل بيه للنهاية، ما يبقاش فترة ونقدر إن إحنا نبعد عنه، أو إن إحنا نبقى السبب في تشوه جيل كامل هيطلع بعدينا. احنا لازم قبل اي حاجة ان احنا في اختيارنا نكون بنسعى لاستكمال حياة، مش ان احنا بنجرب وندخلها كتجربة فقط. النهاردة موضوع حلقتنا، احنا عندنا نسبة طلاق عالية جدا، فاحنا عايزين النهاردة نتناول بعض الموضوعات عن الطلاق وعن النفقة وقانون الرؤية. خليني اسمحوا لي الاول ارحب بضيفي النهارده في حلقتنا. صباح الخير يا فندم. المحامي بالاستئناف ومجلس الدوله ورئيس اتحاد شباب المحامين بالجيزه، ورئيس الاتحاد الدولي لشباب المحامين العرب، ورئيس اتحاد القاضه للمحاكمات التدريبيه، الاستاذ احمد فرغلي. اهلا بحضرتك يا فندم. طبعا في البداية خليني نفيد المشاهدين من واقع خبرتك بقضايا محكمة الأسرة، عايزين حضرتك تقول لنا ايه أكتر أسباب طلاق قابلتها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أكتر الأسباب هي العند فقط. وغالبية القضايا اللي دخلت المكتب عندي كانت الأغلب، عشان بس ما أظلمش برضو، بس الأغلب فيها كانت الزوجة. الموضوع ما كانش قائم على التفاهم، سوء الاختيار زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي. احنا اصلا في البدايات خالص قبل التعارف، لما بيبقى في تعارف بين الولد والبنت ما بيبقاش قائم على مصداقيه حقيقيه. بالظبط. حتى احنا ما بنعرفش نفرق في مجتمعنا بين الحب والاعجاب. مظبوط. يعني احنا الولد شاف البنت خلاص انا حبيتها، طب خلاص. صحيح. يعني حضرتك ادخل بيتها، شوف والدها، شوف والدتها. فسوء الاختيار هو اللي بيؤدي في اغلب الزيجات، ما بين يعني الزيجات عندي شهر شهرين سنه الى يعني خمس سنوات، يعني حتى ما بيوصلوش لمعدل السنه دلوقتي. تمام. لان ما فيش تفاهم. كمان بعدنا عن ربنا كتير قوي. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال حكما من اهله وحكما من اهلها. النهارده فقدنا الحكم ده اللي هو كبير العيله، سواء عند الزوج او عند الزوجه. صحيح. فالنهارده احنا عندنا في الغالب 500,000 حاله طلاق كل سنه. صحيح. مجتمع بينهار بقاله أكتر من 20 سنة بسبب قوانين مجحفة للطفل. النهاردة الكل بيتسابق لمكتسبات المرأة ضد الرجل. طيب تمام، إحنا إيه اللي دخل الطفل في الصراع ده؟ المفترض أن الدولة بمؤسساتها، مشيخة الأزهر، شيخ الأزهر، المفترض أن يتدخل لإنقاذ المجتمع المصري من الانهيار. مش هنتكلم عن الطرفين الزوج والزوجة، ولكن هنتكلم عن الأطفال. ما هو الطفل مع الأسف الشديد هو اللي بيتأثر، مع الأسف الشديد هو اللي بيتأثر التأثير الكامل. من الصراع ما بين مكتسبات المرأة، ما بين الأب اللي بيدور في طبعا في رحايا المحاكم، ما بين النفقات، ما بين الأجور، ما بين المصاريف الدراسية، ما بين العلاج، ما بين ما بين ما بين أئمة المنقولات اللي بتحبس عشانها. كل ده عشان ما فيش تفاهم. طب ليه ما فيش قانون يحمي الراجل زي ما هو في قانون بيحمي الست؟ أنا عارفة إن في ستات النهاردة كتير هتزعل مني، بس هو دي حقيقة. إحنا عايشين واقع النهاردة إن الزوجة قبل ما بتطلق أو تنفصل هي بالفعل بترفع قضية علشان تبتدي تاخد اجراءات قانونيه وتاخد حقها كنفقه. يعني اذا احنا بنسعى ان احنا ما نصلحش، احنا بنسعى عشان احنا نتطلق وننفصل، ومش مشكله الاطفال والبيت. وانا بحيي حضرتك على الجراءه الموضوع ده،
كل الإعلاميين اللي بيتكلموا فيه بيتكلموا عن مكتسبات المرأة فقط، وبيسيبوا الرجل في غيابات لا يعلمها إلا الله. فالنهاردة أنا عندي حاجة اسمها مكتب أو مكاتب التسوية في كل محكمة. مكاتب التسوية مع الأسف الشديد ومع احترامي لكل الموظفين اللي عينتهم وزارة العدل ما لهمش السلطة الكافية. الموضوع حتى ممكن الزوج ما يروحش، الزوجة ما تروحش، القضية هترفع هترفع. فأنا عندي مطلقات قامت برفع دعاوى خلع وهي موجودة في مسكن الزوجية. هو الموضوع برضو في الأصل عند بعد كده لما بتلاقي الرجل داخل المحكمة فهو كمان بيعاند، فهي بتبتدي تروح للمكتسبات فقط لا غير. مجحف جدا قوانين الأسرة للرجل، والأصل أنه بيدمر الطفل. الطفل النهاردة بيكون ما بين الأم ما بين الأب، ما بيشوفش والده خالص، بيحرم منه. هو كمان احنا بس عايزين نتكلم كمان في نقطة، ان لازم يكون في مودة ورحمة ما بين الطرفين، لانه في النهاية هو في طفل في النص، هو الوحيد اللي هيتأذى نفسيا. تمام. في المواضيع. طيب انا عايز بس اسأل حضرتك عن الزوجة لما بتروح ترفع قضية، المفروض يكون في جوابات تحريات عن الزوجة علشان يتحكم بنفقة أو. هل في مصداقية في جوابات التحريات؟ هو حضرتك التحري نوعين، التحري عن داخل الزوج والتحري عن قدرة الزوج على دفع المبلغ المتجمد. التحري عن داخل الزوج ده بيبقى خاص بالنفقات وخاص بالأجور والمصروفات الدراسية والعلاج وما في حكمها. بيبقى الزوج شغال في شركة، فإذا كانت الشركة دي بتطلع مفردات مرتب فإحنا طبعا بناخد من القاضي تصريح باستخراج مفردات المرتب من الشركة. طيب الزوج لو مش مشتغل في شركة وملوش دخل ثابت وبيعمل عمل خاص، احنا بناخد تصريح بالتحري من قسم الشرطة للتحري عن دخله وعن المشروع اللي هو عامله. طيب لو الزوج بيشتغل في شركة وليه دخل ثابت وكمان بيعمل عمل خاص، احنا بنلجأ للاتنين. الزوجة بتروح تاخد تحري عن طريق الاسم، اسم الشرطة التابع لي، وكمان بتروح برضو بتاخد من القاضي تصريح باستخراج مفردات مرتبه. طيب لو الكلام ده كله متوفرش، الزوجة بتلجأ لحيلة تانية طبعا شرعها القانون، اللي هو شهود الاستكشاف أو شاهد اليسار. قضاة محكمة الأسرة أنا يعني وكلنا جميعنا نشفق عليهم في عملهم، وربنا سبحانه وتعالى عينهم. النهاردة القاضي عنده أكتر من 400 قضية في الرول، على الأقل 200 قضية كل جلسة. فالزوجة كل اللي بتجري عليه في التحري إنها تروح الاسم، اسم الشرطة طبعا بينزل أمين شرطة بيشوف المشروع ممكن يكون مغلق، فهو اللي بيحدد بناء على وجهة نظره هو الدخل. أنا النهاردة عندي زوج عنده دخله 3000 جنيه وده جه في التحري، فوجئنا طبعا إن النفقة المفروض عليه 2000 جنيه. طب هو النهاردة يقدر يعيش إزاي؟ طب النهاردة لما تيجي تحبس الرجل، طيب مين المستفاد؟ طب ما هو كده كده مش هيدفع. فالمفترض ان احنا نعالج الامور دي بتسويات اكتر للمشكله، وان نعالج تفاقم المشكله وانهيار المجتمع فعلا. النهارده انا عندي النفقه، مين اللي بيقدر يحددها؟ جواب التحري. وجواب التحري مع الاسف الشديد مشكوك في امره. تمام. فامين الشرطه هو اللي بيحدد دخل الزوج، هو اللي بيحدد كمان دفعات المتجمد النفقه اللي عليه، دفعه او دفعتين او ثلاث دفعات. طب يا عزيزي من اين لك؟ يعني هي ممكن تتجدول لو مثلا في سعر معين او تكلفه معينه او نفقه معينه اتقالت من القاضي. هو القاضي لو جيت تحري ثلاث دفعات بيبقى على ثلاث دفعات. لو مثلا سي 20000 جنيه، لو دفع 5000 جنيه في البدايه ممكن، لكن لو وصل لحاله من الحالات انه ما دفعش بيتحكم عليه بشهر حبس. فمع طبعا كتر القضايا اللي بتترفع عليه الزوج بيشل، يعني بيصاب بحالة شلل مع الحالة النفسية طبعا. انا عندي ازواج يعني تركوا اعمالهم، ما بيشوفش ابنه، وموضوع ما بيشوفش الطفل ده موضوع رهيب. هي دي نقطة هنتطرق فيها بالظبط، ولكن يعني احنا لحد الان ما فيش اي جديد في محكمه الاسره بخصوص الرجل ان هو يحمي الرجل من اي شيء. الرجل حقوق المراه المكتسبه بقانون يعني سيء للغايه. الرجل فيه مهزوم ومطرود من مسكن الزوجيه ولا يرى اطفاله وملوش اي حقوق، هي بس الرؤيه اللي احنا ممكن نتكلم فيها 3 ساعات بس. تمام.
طب يبقى حضرتك نبدأ في قانون الرؤية، والمفروض ينص على إيه ومين اللي بيحدده؟ قانون الرؤية من سنة 85 تم تعديله. كان الأول الأب بيشوف أولاده في قسم الشرطة. في سنة 85 تم تعديله بقرار وزير العدل وهو المنوط به تعديل الرؤية، وخلاها في نوادي الشباب أو في مراكز الشباب أو في نوادي الاجتماعية في أماكن عامة بالضبط. بس أنا مشكلتي في قانون الرؤية، يعني حتى اتحكم بعدم دستورية القرار ده، والمفترض أن وزارة العدل بتعد بدائل. أنا عندي النهاردة في مصر الأب فقط لا غير هو اللي بيتحكم له برؤية أطفاله 3 ساعات كل أسبوع يوم الجمعة. لو احنا حسبنا الثلاث ساعات دول في خلال او على مدار ال 15 سنه اللي هو فتره التخيير الولد او البنت ان هي تبقى مع والدتها او مع والدها بالظبط شهر. هو بيكون من سن قد ايه تقريبا الاختيار؟ 15 سنه للبنت او الولد. فتخيلي حضرتك الاب بس بيشوف ولاده شهر في خلال 15 سنه. طبعا ممنوع العم، ممنوع العمه، ممنوع ولاد العمة، ممنوع الجد والجدة إلا في حالة وفاة الأب فقط أو سفره خارج البلاد. طيب النهاردة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. طيب النهاردة في طبعا وإلا من رحم ربي في سيدات، طبعا سيدات مصر فضليات، ولكن أنا عندي برضو نماذج كانت بتكره الولد في أبوه. فالنهاردة أنا بخلي ولد ملعون، ده ربنا سبحانه وتعالى اللي وصفه في كتابه العزيز. فأنا النهاردة بقطع صلة الأرحام، بخلي أب ما يشوفش أولاده، بيتحرم كل عائلة الأب من رؤية حفيدهم، يعني الجد والجدة أو العمة أو العمة. فالنهاردة أنا عندي ظلم بين واقع على الأب وتأثيره على الأولاد. النهاردة أنا عندي أطفال بقالها 20 سنة من سنة 85 لحد الآن 26 سنة مفتقدين لحنيه الاب، مفتقدين للقدوه. انا مش هنكر ان الام طبعا هي مدرسه التربيه، ولكن هي اشتراك ما بين الاب والام، واذا يعني هم الاثنين ضلعين مهمين جدا. فلو احنا اقتصرنا على ضلع واحد فانا اسف، انا بقول للدوله كلها بمؤسساتها، وبلتمس من السيد الرئيس الاب والحنون على المجتمع المصري ان هو ينظر بعين الرحمه لقانون الرؤيه ويعدله بالاستضافه. انا عندي حضرتك في امريكا المفترض ان الرؤيه مفيش الكلام ده، الاب بيشوف ابنه كاستضافه خميس وجمعه. هستأذن حضرتك نطلع فاصل وهنرجع لكم نكمل حوارنا مع استاذ احمد فرغلي. ورجعنا نكمل حلقتنا. حابة أسأل حضرتك تقول لنا أنواع النفقة إيه؟ حضرتك نفقة الزوجية ونفقة الصغار، وفي طبعا قضايا تانية بترفع زي أجر المسكن وأجر الحضانة، مصروفات العلاج، مصروفات المصروفات الدراسية، في العدة، في نفقة المتعة، في مؤخر الصداء. نفقة العدة دي بتبقى من 60 يوم طبعا دي اقل فتره لسنه لا تزيد عن سنه. اما نفقه العده عفوا نفقه المتعه هي اقل حاجه 2 سنين، ممكن يتحكم باكتر من كده حسب يسار ودخل الزوج. كل الكلام ده قائم على التحريات عن دخله او على شهود الاستكشاف اللي ممكن الزوجه تجيب حد من اهلها يقر ويشهد بانه الزوج دخله اكتر من 10,000 جنيه، الزوج اكتر من 20,000 جنيه. فالقاضي ما عندوش حل بعد سماع الشهود الا انه يحكم على قدر الكلام اللي سمعه. ناهي حضرتك عن اللي بيحصل بعد كده جواب التحريات، برضه بيجي ممكن يجي مخالف للحقائق، ممكن يكون الزوج او المطلق قاعد في البيت من كتر المشاكل، من كتر تراكم الديون عليه ابتدى يبقى خايف لا يتقبض عليه في اي وقت من الاوقات. كمان مفيش تعديل تشريعي بيحاول ان هو يعالج كل التعديلات التشريعيه او اللي بنسمع المجلس القومي للمراه. كل اللي بيحاولوا يقدموه زياده حبس الرجل،
لسنة في النفقات، زيادة حبس الرجل في دعاوى الحبس، زيادة حبس الرجل في جنح التبديد. طيب أنا لما أحبس الرجل مين اللي هيصرف على الطفل؟ طب أنا لما أحبس الرجل مين هيقوم بالتزامات الطفل ده؟ طب لما أحبس الرجل هو نفسه هيقدر يقوم؟ احنا دلوقتي عندنا مع الأسف الجيل اللي طالع، احنا دلوقتي جيل المخدرات، جيل قتلة، لأنه غياب الأب أكيد. أنا للأسف عندي حالة وبعتذر طبعا عن اللي بقوله، أن أطفال وصلوا سن ال 15 سنة، فأنا عملت دعوة ضم، بتكلم مع الولد بقول له يعني ما وحشتش أبوك؟ قال لي أنا رحت قعدت مع والدي أسبوع، بقى الساعة 9 بيقول لي أنت فين؟ فأنا مع جدتي بعمل اللي أنا عايزه، برجع الفجر، برجع في أي وقت. فالنهاردة غاب القدوة وغاب السند، وغياب الأب خرج لنا أجيال ربنا سبحانه وتعالى هو اللي عالم بيها. فالنهاردة أنا مصر كلها بتنهار بانهيار الأسرة المصرية بوجود قوانين مجحفة للأب وللطفل، قوانين بس بتتكلم عن مكتسبات المرأة فقط، دون النظر للطفل، دون النظر للحالة النفسية اللي بيوصل لها، دون النظر للحالة الاجتماعية اللي بيوصل لها. أنا عندي النهاردة أجيال ما تعلمتش يعني في أب في البيت، ما تعلمتش يعني في أب يخاف منه، يعمل له حساب، يحترمه، ما تعلمتش أن يكون في ترابط أسري. بالظبط بالظبط. فالنهاردة وجد أن الأم في بعض الأحيان طبعا بتقول له والله والدك ما بيصرفش، والدك مش كويس، فهو بيطلع كاره للأب ده. فالنهاردة كمان في حالات كتيرة قوي لجأت ليها الزوجة أو المطلقة حالات الزواج العرفي علشان تحتفظ بمكتسبات المرأة بالظبط، بالنفقات وكل حاجة. فالنهاردة البنت أو الابن لما بيشوف أن والدته متزوجة وبيفهم أنه ده زواج عرفي بتنهار عنده مبادئ كتيرة جدا، القيم والأخلاق والتربية بالظبط. بالظبط. طيب هل حضرتك شايف ان في القانون بتاع النفقه المجلس الشعب او النواب يعني ما حاولوش ان هم يعدلوا فيه او يتناقشوا فيه ان هم يغيروا بعض في بعض المشاكل اللي موجوده فيه؟ في النائب محمد فؤاد نائب محترم في الغالب هو اللي بيقاتل من اجل تعديل تشريعي، تعديل قانون الاسره برمته، بحيث تحديد سن الحضانه. هو سن الحضانة أصلا فقهاء الإسلام اتكلموا قالوا حتى يقضي الطفل حاجته، يعني الطفل عفوا يخش تويلت. فهنا والبنت طبعا 9 سنوات. أستأذن حضرتك هنرجع بعد، معنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام. عاوز أكلم الأستاذ بعد. اتفضل أستاذ محمد. اتفضل. أنا اتفضل مع حضرتك. اتفضل يا فندم. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا فندم. انا عايزه اكلم الاستاذ ده. استاذ احمد مع حضرتك، اتفضلي. هو سامعك. ماشي. انا دلوقتي رفع على جوزي. تمام. حضرتك رفع على جوزك قضيه؟ رفع على جوزي، بس لسه مش خدت حاجه ولا جبت اي حاجه، وبرميني بجوز عيال. نوع القضيه ايه يا فندم؟ رفع نفق عليه؟ رفع نفقه العيال ونفق عليا. طيب هو حضرتك المفترض انك بتاخدي طبعا بعد حصولك على حكم النفقة من بنك ناصر مبلغ 500 جنيه. طيب شكرا لحضرتك. استاذ احمد هيرد عليك. تمام. اتفضل. قضاء النفقة طبعا ممكن تكون هي مش قادرة تثبت دخله. فالنهاردة لما بتحصل على حكم النفقة بعد ما بتجيب شهود او بتجيب تحري من قسم الشرطة او لو كان ليه دخل ثابت، بتروح تعمل حاجة اسمها حجز مال المدين لدى الغير على مرتبه، على جزء من مرتبه. طيب في حالة ان هو ما بيشتغلش او بيشتغل اعمال حرة مش قادرة تثبت ده من خلال خطاب التحريات، بتاخد الحكم وبتاخد الصيغة التنفيذية، بتروح تودعها بنك ناصر. بنك ناصر بيدفع 500 جنيه كل شهر، وبعد كده هو بيتولى طبعا موضوع طبعا بيرفع جنحة حبس طبعا على الزوج. فيعني هو المبلغ ده طبعا مبلغ بسيط ومبلغ هين، بس لحد ما هي تقدر تثبت هو موجود فين. طبعا بتبتدي تعمل دعوة الحبس وبتبتدي تحبسه طبعا شهر، وفي الغالب العام إذا وصلت لحبسه هو أكيد هيدفع إذا كان مقتدر يعني.
هو بس انا ليا سؤال، هو ده نموذج، انا بس مش عايزه اعمم انه الراجل بس هو المظلوم، ولكن في برضو نموذج زي، لا في طبعا طبعا يا فندم، لا في، فاحنا هنتكلم في الجزء بقى الخاص بالنساء، لو هم فعلا مش عارفين يجيبوا حقهم من انا المحكمه في من طبعا الزوج. في طبعا في سيدات، وانا لسه طبعا في البدايه قلت سيدات مصر فضليات وهم اللي ربوا الاجيال المحترمه اللي طلعت، ولكن بنتكلم عن نماذج نماذج. انا برضو عندي سيدات في المكتب، الزوج مسافر خارج البلاد ومقتدر جدا ومش معاند، ده يعني رفض حتى يعالج بنته. ففي طبعا في سيدات مظلومه طبعا، ولكن حتى لما بنيجي نقول على الجزء المظلم بقى بالنسبه للرجل، في طبعا رجاله مقتدره وبيعاند مش عايز يدفع على اساس ان هو انا اسف بيأدبها عايزها ترجع، نوع من انواع العناد يعني. بالظبط، برضو اصل الموضوع في العند. فاذا كان مقتدر هي تقدر تثبت الكلام ده برضو بالتحريات، تقدر تثبت الكلام ده بشهاده الشهود، تقدر تثبت الكلام ده من خلال اثباتها انه عنده شركه او بيعمل في مشروع صغير او له دخل ثابت عن طريق محل تجاري طبعا. طيب قانون الرؤية حضرتك بس هتكلمني عنه التفاصيل شوية، لانه في اطفال كتير ما بتعرفش فعلا والدها، ما بتقدرش طبعًا انها تشوفه، وطبعا الام بتزرع الكره او بتزرع طبعًا كل الحاجات اللي حضرتك اتكلمت فيها. حضرتك شايف الحل ايه؟ اولا هو قانون الرؤية هم طبعا لما بيجوا يوضحوا ويعرفوه بيقولوا ان هو مستمد من الشريعة الاسلامية. ما فيش حد يقدر يجيب سند شرعي لقانون الرؤية، لا سند في السنة النبوية ولا في كتاب الله سبحانه وتعالى. النهاردة قانون الرؤية 3 ساعات، أنا عايز أقول لحضرتك أنه ال3 ساعات دول بيكون فيهم حوالي 2.5 ساعة مشاكل ما بين الأم والأب، وأنا آسف طبعا بتوصل لمشادات وتراشق بالألفاظ واعتداء من قبل الاثنين. هل ده بيبقى نوع من انواع الخوف على الطفل؟ يعني هي خايفه ان هو ياخده منها او ما يرجعهوش تاني، وعلشان كده القانون حد الموضوع ده؟ لا خالص يا فندم. في الوقت؟ اولا هو يعني لو فكر ياخده، طب ما هي بتروح تعمل طبعا قرار محامي عام، وبيتحبس من 6 شهور لسنه، فالكلام ده طبعا مش سليم. بس انا جزئيتي لو احنا حلينا الموضوع ده وعملنا استضافه، الاب هيشبع من أطفاله وهيشبع الغريزة بتاعة الأبوة اللي عنده، في نفس الوقت مش هيبقى فيه صدام، لأن هو الصدام بينشأ عن إنه محروم من ابنه. الأم جوه النادي بتقول لا ما تطلعش تجيب له سندوتشات، ما تاخدوش معاك، ما تطلعش تجيب له لعبة، زي ما بقول لحضرتك هو خوف، يعني بالظبط نوع من أنواع الخوف. هي مش خايفة قد ما هي بتعاقبه. أنا عندي حالات بتصل للعقاب، بتروح يوم وبتروحش يومين، وبعدين لما بنيجي نرفع اسقاط طبعا حضانه، الكلام مش بيتم لانه ما بيحرموش الام من ابنها. ولو تزوجت بتنتقل الحضانه لامها. الاب ده في الترتيب ال20، فالتعديل الجديد اللي بنتمناه من النائب محمد فؤاد ان شاء الله بيقول طبعا في عرضه للقانون اللي هو عرضه على مجلس الشعب، انه الترتيب الحضانه يكون للاب بعد الام، ما يكونش او بعد ام الام، حتى ما يكونش ترتيب الاب للترتيب ال20. فهنا احنا هنتحاشى مشاكل كتير قوي، هنعالج الطفل علاج نفسي ما بين ان هو يكون مع ابوه، وطبعا الاب هياخده يشوف جده يشوف جدته، يشوف هيبقى في اتصال وهيبقى في صله ارحام، مش هيطلع طفل كئيب، مش هيطلع طفل ما يعرفش صله رحمه، مش هيطلع طفل كاره للاب، وبعد ما الاب ياخده هيبقى كاره للام. فالنهارده انا علمت الطفل من خلال قانون الأسرة المجحف والظالم. أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، إن هو بيظلم الطفل أكتر ما بيظلم الأم والأب. الزوج والزوج بالظبط. حقيقي. بالظبط. طيب أنا كنت عايز أسأل حضرتك عن موضوع قرار التمكين للمسكن، يعني تمام. الزوجة أول حاجة بتعملها أنا هعمل قرار إن أنا أقعد في الشقة، أتمكن تمام من الشقة وأمشي الزوج من المسكن الزوجية. تمام. أنا أول فكرة بتيجي للزوجة هي الرفع طبعا جنح التبديد. طب استاذن حضرتك ناخد التليفون. اتفضل يا فندم. الو، صباح الخير يا فندم، مع حضرتك. رمضان صاحب، مع سيادتك. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. انا بصراحه اللي عاوزه يحصل بالظبط تاديب للراجل والمراه، يعني لو حصل الطلاق
يعني يحرم من الزواج لمدة 5 سنوات والأب يتولى أمر ولده، لأن الأب هو الأصل، لو حصل أي حاجة حيقولوا زواج فلان. شكرا. شكرا يا فندم. هو الشرع ما اداناش الصلاحيه دي، وربنا ما صرحش بحرمان حد من الزواج، ولكن احنا في عده مشاكل برضو لازم نتخطاها زي الخلع. قانون الخلع قانون غير موضح المعالم. النهارده برضو في تعديل تشريعي بيقول انه علشان الزوجه تحصل على الخلع لازم يكون بعله، اما مرض، اما زي البرص مثلا او الضعف الجنسي، أو يكون قضى عقوبة طبعا أكتر من 3 سنوات. لكن المتاح دلوقتي الخلع، إني أخاف ألا أقيم حدود الله بس، وبتحصل على الخلع مهما حصل. والخلع كمان هل الخلع بيديها نفس الحقوق؟ هي بتتنازل عن العدة ونفقة المتعة، وبتتنازل عن مؤخر الصداق فقط لا غير. بالنسبة للتمكين، بتتمكن طبعا من خلال قرار محامي عام، سيد مسؤول المحامي العام، بتمكينها من مسكن الزوجيه. بتدخل على مسكن الزوجيه بكل ما فيه من منقولات زوجيه. انا عندي حاله راحت رفعت على الزوج بعد حصولها على قرار التمكين ودخولها المسكن، استلمت قائمه المنقولات كلها، بعد 20 يوم راحت رفعت جنحه التبديل. وطبعا اتحبس الزوج، خد حبس غيابي سنه. ولما نقلنا القضيه لخبير فوجئنا طبعا بالحاجه كلها موجوده. استاذن حضرتك بس هناخد تليفون. اتفضل يا فندم. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. صباح الخير جميعا. اهلا بيك، اتفضل. اهلا وسهلا بيكم. هو انا بس كنت عايز اتكلم في موضوع معين. اتفضل استاذ احمد، سامعك. كنت عايز اسال سؤال بس استاذ احمد. اتفضل يا فندم. هو ليه الست ليها حق والراجل ملوش؟ هجاوب حضرتك. حاضر. ليه الست بتاخد، ليه الست القانون كله معاها والراجل ملوش ولا حق في القانون ولا 1%؟ هجاوب حضرتك. ليه الست لما بتاخد العفش من ورا جوزها؟ استاذ احمد كان لسه حالا بيتكلم في الموضوع. انا كنت عايز اعرف الموضوع كامل، يعني انا هشرح الموضوع كامل. طيب ممكن حضرتك تحكي لنا المشكله؟ مفيش، انا ما عملت، يعني مش عارف ممكن تصدقوني ولا لا، ممكن تقولوا عليا كده، بس ايا كان يعني. اتفضل. انا ما عملتش حاجه لمراتي وزعلنا مع بعض. انا قلت لهم لما حصلت المشكله واللي هي ما كانش ليها سبب، قلت لهم لو انتوا عايزين تاخدوا حاجه خدوها، وننفصل زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. وكان ده كان اتفقنا. نزلت وجيت قعدت عند والدي ووالدتي، وبعدين قلت اروح اجيب هدوم ليا عشان كانت هدومي كده، حتى هدومي واخدينها، يعني حتى الهدوم بتاعتي واخدينها، هدومي الشخصيه واخدينها. وبعدين بقول لهم طب انتوا خدتوا العفش مش تقولوا لي؟ قالوا لي احنا ما خدناش حاجه. هل عملوا محضر؟ عملت محضر اثبات حاله. لا لا، هم عملوا محضر في حضرتك ان في تبديد في العفش او القايمه او كده؟ طبعا يا فندم. طيب طبعا يا فندم. استاذ احمد هيرد عليك. طيب. اتفضل حضرتك. انا هستاذن حضرتك، هو معانا لسه على الهواء استاذ محمود. هو طيب حصل. هو في حالات كتير برضو بنتعرض لها في شغلنا، انه الزوجه بتروح بعد ما الزوج بينزل. في مشاكل عاديه طبعا في كل بيت، بينزل يروح شغله، بتكون مرتبة ان هي تاخد الحاجة كلها. احنا بنلجأ بقى لإثبات ده عن طريق الشهود الجيران، وعن طريق لو في كاميرات. طبعا النهاردة كل المحلات عندها كاميرات، فاحنا بنشوف الكاميرات دي وبنقدر نثبت ان هي اخدت الحاجة ومشي. طبعا هي ما تعتبرش سرقة، هي خدت حاجتها، ولكن بإذن الرحمن طبعا لو قدرنا نثبت عن طريق شهادة الشهود. طبعا النهاردة احنا بنوثق شهادة الشهود في الشهر العقاري، لأن يعني ممكن طبعا القاضي هو بالظبط بالظبط، لا هو القاضي طبعا هو حر في عقيدته، فاحنا طبعا بنوثق شهادة الشهود ان هم شافوا الزوجة وهي بتنزل العفش بتاعها هي واخواتها. لو في كاميرات بنفرغها وبناخد الكاميرات دي على فلاش او سي دي هاي وبنوديها للقاضي. ولو ما فيش اثبات؟ لو ما فيش اثبات مع الاسف الشديد هيتم سجن الزوج وهو ما عملش حاجة زي ما استاذ محمود قال. ومع الأسف الشديد أنا هقول لأستاذ محمود وغيره حضراتكم أسأتوا الاختيار،
بس الراجل في الوضعية دي بيكون عايز استقرار، وبيكون عايز يعني يخلف زي ما أولاد. قلنا في بالظبط، البداية إن كل الناس بتتجمل في فترة أيوه الخطوبة، فما بالظبط، بيبقاش ظاهر الحقيقة ما بتظهرش إلا بعد الحقائق. العشرة أكيد. بالظبط، ما بتظهرش الحقائق في فترة الخطوبة. أعتقد إن 90% بيكون منها تمثيل ما بين أو الزوجة. تجميل، يعني مش شرط يبقى تمثيل، ولكن إن الواحد بيقدر يتجمل عشان هو عايز والله الشخص ده. ربما يعني حتى التجمل ليه حدود، ولكن التجمل في الوضعية دي بيصل لدرجة التمثيل، إن هي بتمثل عليه إن هي طايعة، بتطيع في كل حاجة. بعد الجواز بيختلف الموضوع. في زيجات اتخربت البيوت فيها ناتج عن تدخل الأم فقط في شؤون الزوجية. حقيقة فعلا فعلا. أنا عندي من فترة كبيرة كان والدي رحمة الله عليه بيحكي إن لو في مشكلة حصلت ما بين زوجة وزوج، الأب بيتدخل من هنا والأب بيتدخل. ما كانش فيه وجود لمهاترات ما بين الحما وإنها بتتدخل في شؤون البيت. ولو كل أم وتطلعي وتعالي خدي الفلوس بالظبط والنفقة بالظبط. وهتعيشي أنا حياتك. عندي أم جات للمكتب بتقول لي أنا عايزة أملص ودانه، فبقول لها طيب أنتوا كتبتوا كتاب؟ قالت لي لا لسه ما كتبناش، إحنا هنكتب كتاب بعد شهر. فالنهارده بقت مقومات الزواج أولا المغالاة في المهور، المغالاة في الحاجات اللي بتطلب من الشاب النهارده، بتقطم ظهره خالص. بعد كده لما تعجيزية. بالظبط بتعجزه، وبعد كده هو طبعا بيخش مديون. بعد شهر او شهرين لو حصلت مشكله، الفكر بيروح ان احنا عايزين نأدبه. فطبعا انا اسف، في رجاله كتيره قوي اتخربت بيوتها واتقطع عيشهم بسبب المشاكل، وبسبب ان حصل مشاكل بينه وبين زوجته، حصل ان اخواتها ضربوه، يعني في حاجات كتيره قوي احنا فعلا كمجتمع لازم نتخلص منها. لازم اولا المعالجه النفسيه للزوج والزوجه قبل الجواز. انا اعتقد انه لازم يكون في كشف نفسي على كل شاب وشاب قبل الزواج. بس حضرتك معرفش هتتفق معايا ولا لا، ان في كتير بعد الجواز زوجات وازواج لما بيتجوزوا او عند اول مشكله او مشكلتين او يعني مع تمام. الوقت، انه في مشاكل كتير اوكي ممكن تتحل، ولكن في مشاكل تانية انا ممكن اعمل ستوب عندها مش هقدر اكمل. وارد انه مش شرط كلهم محاكم وي او تمام. لا، جايز كمان انه في ناس يعني ما بتلجأش للمحاكم، ويبقى في ما بينهم مودة ورحمة وبينفصلوا بهدوء وبيشوف اولاده عادي، والموضوع يعني على الاقل لو احتجتيه في اي وقت من الاوقات هتلاقيه. دول حضرتك المتفاهمين، وعندي حالة واحدة بس دخلت مكتبي في خلال 20 سنة من عملي في المحاماة، واتكلمنا مع بعض أنا وهي والزوج، واتفقوا اتفاق محترم جدا إن الطفل اللي بينهم يقدر والده يشوفه. بالظبط، والده هياخده خميس وجمعة وهيخرجه، وهيقعد عنده شهر في الصيف. بعد كده الموضوع تطور بقى هما الاتنين يخرجوا الولد. بس لما كلمتها في رجوع قالت لي لا، احنا اتفقنا باحترام ننهي العلاقة. دي الحالة الوحيدة اللي جات المكتب ونهيناها بكامل احترام. والولد بيطلع بيتكلم مع أبوه بيتكلم مع والدته، فدي الحالة الوحيدة فعلا اللي شفتها ولحد الآن. يعني بينهم وبين بعض علاقة احترام، ومحافظين على الولد جدا. وقت ما بيحب يروح لباباه بيروح، وقت ما بيكون مع مامته يعني. فلازم الحالات دي تكون متكررة، بس مع الأسف الشديد ما عندناش القيم او كبير البيت زي ما بيقولوا علشان يتدخل لانهاء الحاله دي او حتى حلها. يعني في مشاكل كتيره قوي تافهه جدا. يعني انا اسف، من ضمن الحالات زوجه بتكلمني بتقول لي انا عايزه اتطلق عشان دقنه بتشوكني. يعني في حاجات محامي خلع على طول. بالظبط. فالقصه كلها انه لازم فعلا تسن قوانين تحمي الطفل. والله انا يعني انا اسف، مش فارق معايا قوي الاب والام، انا فارق معايا الطفل اللي بيتدمر نفسيا من خلال القوانين الوضعيه اللي وضعت، واللي ما حدش خد باله انها فعلا في خلال 26 سنه يعني قضت على الاسره المصريه ويليها المجتمع المصري، لان المجتمع المصري هو عباره عن اسر مصريه. فلازم بجد مؤسسات الدوله تنظر بعين الرحمه على الاطفال. طيب، وحضرتك كنت عايز اكمل مع حضرتك موضوع التمكين للزوجه. موضوع التمكين بتحصل عليه الزوجه بقرار تمكين من المحامي العام، او بتعمل محضر في اسم الشرطه، وبعد كده بيتم حفظه وبيستخرج من الحفظ، وبعد كده بياخد قرار المحامي العام، سيد المستشار المحامي العام، والزوجه بتاخد قوه. طبعا بيبقى في يعني
وقت كبير ممكن، عشان طبعا بيتطلب في بعض الاحيان دراسه امنيه على اساس يشوفوا المنطقه متامنه ولا لا. بتنزل بقوه، لو لقيت الباب مقفول او مغلق يعني بترجع، بيرجع تاني محضر التنفيذ والقوه اللي معاه، وبيستصدره اذن من القاضي الامور الوقتيه ان هو يكسره القفل وبتدخل، بتحصل على كل المحتويات الشقه الموجوده. فالشقه دي طبعا لازم تكون عنوانها ثابت او عندها شهود ان هي مقيمه فيها فتره الزيجه قبل انتهاء الزيجه طبعا. بس طيب، وهل بعد كده يقدر الزوج يعيش في نفس المسكن لو هو حاول او يرفع قضيه ان المكان ده خاص بيه؟ هو لو تم انهاء العلاقه الزوجيه بتاخد التمكين منفرده، لو لسه العلاقه الزوجيه قائمه بتاخد التمكين مشترك، وفي الغالب ما بتنفذ لان هي طبعا طالما في مشاكل هتخاف انها تسكن مع الراجل اللي بيعمل معها مشاكل، او هو هيتضايق من الست اللي بتعمل معها مشاكل. لكن في حاله انهاء العلاقه الزوجيه وحصولها على الخلع او الطلاق للضرر ايا ما كان، بتاخد التمكين بقرار منفرد وبتقيم فيه لحد سن الحضانه اللي هو 15، انتهاء سن الحضانه. طيب 15 سنة. هل هو ينفع ياخد مسكن ليها تاني وتنقل في مكان اخر بدل الشقه؟ برضاها. بالضبط يعني. بالضبط. لو ما ارتضيتش بتسكن في مسكن الزوجيه وبتقيم فيه طول ال 15 سنه. اللي هو بعد كده بيرفع دعوه تاخير. وانا اعتقد ان 90% من دعاوى التاخير الابناء بيختاروا الام، لان هو عاش مع امه 15 سنه، فاستحاله يروح للراجل اللي بعد عنه 15 سنه. طبعا هو ما بعدش بمزاجه او برضاه، بعد برضه عن طريق القوانين الوضعيه اللي احنا حطيناها وما بصناش بعين الرحمه للاطفال. طيب اخر حاجه هسال حضرتك فيها، عايزين حلول بقى سريعه ما بين الزوج والزوجه، ونصايح حضرتك تديها لنا. الحلول السريعه الاول في القوانين، تعديل تشريعي سريع لقوانين الاسره. سن الحضانه يتم تعديله لسبع سنوات للولد، تسع سنوات للبنت. استبدال الرؤيه بقانون استضافه. بقول لكل شاب وفتاه مقدمين على الزواج، اختاري صح. بقول له اختار ام لاولادك، اختار انسانه تكون سبب في سعادتك، لان النهارده هيترتب عليها الحياه كلها. بالظبط، النهارده حياه الرجل والابناء متوقفه على الزوجه الصالحه، متوقفه على الام الصالحه اللي بتضع في بادئ الامر مصالح الابن قبل اي مصلحه، اي مصلحه ليها هي، بتضع مصلحه الاسره كلها كامله قبل اي مصلحه ليها. واعتقد ان 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 سيدات مصر جديرين بالكلام ده ومحترمين جدا، ولكن النهارده عندي قوانين لو ما تمش تعديلها هتفضل طبعا هتفضل مساوئ قوانين الاسره قائمه، هتفضل حالات الطلاق اللي بدل 500 ألف كل سنه هتزداد لتصل الى مليون حاله طلاق، هينهار تماما المجتمع المصري بانهيار الاسره المصريه. شكرا لحضرتك يا فندم، وبجد كنت منورنا النهارده. احب في نهايه حلقتنا اشكر استاذ احمد فرغلي المحامي بالاستئناف الاستئناف العالي مجلس الدوله. انتظروني في حلقات قادمه ان شاء الله. كان معكم منى صالح.